تركز القصف الإسرائيلي والتوغل في مناطق محاور التوغل الإسرائيلي في خان يونس. لا زالت عمليات التوغل مستمرة في المناطق الغربية في حي الأمل. هناك عملية قصف لمنازل من قبل المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في هذا الحي. هناك أيضا اشتباكات كانت عنيفة جدا في المناطق الغربية لمدينة خان يونس. تم نصف مربعات سكنية في حي الأمل غرب مدينة خان يونس خلال الساعات الماضية. في المناطق الشرقية لازالت أيضا هناك أعمال القصف مستمرة. قبل قليل أيضا الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين، أسفرت عن 7 ضحايا وعدد من الإصابات في خزاع شرق مدينة خان يونس. أيضا منطقة الفخاري وحي الشيخ ناصر تشهد اشتباكات بين وقت وآخر بين عناصر حماس والفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. في مناطق الوسط، لو انتقلنا إلى وسط القطاع، نجد أن تجددت الاشتباكات في شرق مخيم البريج في وسط القطاع بالتزامن مع قصف من المدفعية الإسرائيلية في شرق هذا المخيم. وأيضا في مخيم المغازي كانت هناك أعمال قصف من المدفعية الإسرائيلية بشكل عنيف في الساعات الماضية. في شمال مخيم النصيرات في منطقة المغراقة ومدينة الزهرة تعرضا إلى قصف من المدفعية الإسرائيلية، وتعتبر هذه المناطق محاور تقدم للجيش الإسرائيلي. هناك أيضا آليات وجرافات إسرائيلية متمركزة في هذه المناطق. مدينة الأسرى ضحى تتكون في مدينة الزهرة، تقع هذه المدينة تتكون من 24 برج سكني تم تدميرها بشكل كامل من قبل القوات الإسرائيلية خلال الساعات الماضية. المدينة غزة لازالت العملية العسكرية مستمرة فيها لليوم 14 على التوالي، خاصة في مجمع الشفاء الطبي. هناك حصار لعدد كبير من الطواقم الطبية، بالمئات تم حصارهم داخل المجمع، سواء كان نازحين أو مصابين أو حتى من قبل الطواقم الطبية تمنع عنهم الإمدادات الطبية والدواء والغذاء. القوات الإسرائيلية كانت هناك محاولات لليونيسف ومنظمة الصحة العالمية إرسال بعثة إلى مجمع الشفاء الطبي، ولكن الجيش الإسرائيلي منع إدخال هذه البعثات إلى داخل المجمع. كانت تمد المجمع بالأدوية والمياه والطعام.